حبيب الله صلى الله عليك يا خير خلق الله صلى الله عليك وآلك المظلومين المشتتين المشردين النائين عن الأهل والأوطان صلى الله عليك يا مولاي يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها العسكري روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومقطع الأحشاء من سم العداء ألا من مناد وإماما ألا من مواسل لإمامه الحجة ومناد وحسنا ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بنفسي من نالت به سر من رأى فخارا به تعنو النجوم الكوانس بنفسي من أبكى النبي مصابه وأظلم فيه دينه وهو دامس بنفسي محبوسا محبوسا على حبس حقه مضى وعليه المكرمات حبائس بنفسي من في كل يوم تسومه هوانا بنو العباس وهي عوابس هوانا بنو العباس وهي عوايا يابس بنفسي من قاسى لظى الضيم منهم زمانا وما فيهم به من يقايا يا يسوع بنفسي مسموما تشفت به العداء
قضى وبها لم تشف منه النسايا. بنفسي مكروبا قضى بعد سمه بكاه الموالي والعدو المشايا. كسو شمامة الهادي الحسن يجذب الونة فوق الفرش واسمه مخصمه مردن بنفسه يجود وذاب قلبه بحر الاسمه وولاد ابو طالب عليه قلوبه تحو هذا يجر ولا وهذا الدمع مسجو وما الاجانب غدت في حلا ورلا كهف الارامل واليتامى والمساكين كلها عليه تنوح ظلت ما لها معي بعدك يا ابو محمد ترى مت يتم الدين حامي حماه بهالمرض شيال عنه إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جاء في توقيع عن مولانا وإمامنا وسيدنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة والولاية ونورنا سبع طبقات أعلام الفتوى بالهداية فنحن ليوث الوغى وغيوث الندى وطعان العذا وفينا السيف والقلم في العاجل ولواء الحمد والحوض في الآجل وأصباطنا حلفاء الدين وخلفاء النبيين ومصابيح الأمم ومفاتيح الكرم فالكليم ألبس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية صاروا لنا ردءا وصونا وعلى الظلمة إلبا وعونا وسينفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران
بتمام الحاميم وطه والطواسين من السنين. وهذا الكتاب درة من درر الرحمة وقطرة من بحر الحكمة. نوروا قلوبنا وثقلوا موازيننا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بداية أحر التعازي نقدمها إلى مولانا بقية الله الأعظم قطب دائرة الإمكان والأكوان صاحب العصر والزمان ناموس الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا فداه. باستشهاد والده الغريب المظلوم المهموم المسموم الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى مولانا بالحق أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم في الدنيا بزيارته وفي الآخرة بشفاعته بفضله وعظمته وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. هذا التوقيع الذي قرأته على مسامعكم قد صدر عن مولانا وإمامنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي. حتى بس نوضح معنى التوقيع، معنى التوقيع ورقة كتبت بخط الإمام صلوات الله وسلامه عليه وختمها بختمه الشريف. أحياناً الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصدر بعض الأمور، هذا مسألة التوقيع غالباً غلبت، مسألة التوقيع وخروج التوقيعات غلبت في أيام الإمام الهادي والعسكري واستمرت إلى مولانا وإمامنا بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا فداه. وأغلب ما يروى عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أغلبه من قبيل التوقيعات، أغلب ما يروى عن الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هو من قبيل التوقيعات. ورأيت الآن مؤخرا بعض المكتبات بعض دور النشر ألفت كتابا أو مو ألفت كتابا جمعت كتابا جمعت فيه توقيعات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. جميل، أهل الإيمان يطالعون في توقيعات إمامنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه المتضمنة للكثير من الأمور التي يجب على أهل الولاء العمل بها في أيام غيبة المولى بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هذا معنى التوقيع بالإجمال. الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه أمي كبقية آبائه الكرام وأجداده العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يرتبون الأمور حسب أهميتها، فيقدمون الأهم ثم المهم ثم المهم. من يطالع في أحوال وشؤون النبي المصطفى وآله النجباء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يرى أن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يولون مسألة مقاماتهم ومراتبهم ومنازلهم ومناقبهم وفضائلهم وكراماتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل وقربهم من الجليل جل شأنه وعلت قدرته اهتماما بالغا كثيرا خاصة، حتى أنك لو أردت أن تقوم بعملية مما يشبه الميزان حتى ترى فيه كم ورد من آل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين من الأحاديث في بيان فضلهم ومقاماتهم ومراتبهم في قبال ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه على المجمعين في سائر الشؤون والأحوال،
ترى أن ما روي عنهم صلوات الله وسلامه على المجمعين في بيان مقاماتهم ومراتبهم وعظماتهم يصل إلى أضعاف أضعاف ما قد ورد في سائر الشؤون. من قبيل المثال فقط أمثل تمثيل، العلامة المرحوم سيد هاشم البحراني رضوان الله تبارك وتعالى عليه صنف مجموعة كتب، من جملتها كتابان، كتاب صنفه في معاجز في ذكر معجزات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، وكتاب آخر صنفه في ذكر معجزات أمير المؤمنين والزهراء وأولادهم الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الكتاب الأول اسمه نور الأبصار في معجزات النبي المختار صلى الله عليه وآله، يقع الكتاب في جلدين، يحوي ما يزيد على 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث، ما يزيد على 1000 حديث في معجزات النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. الكتاب الثاني بالطبعة الجديدة 8 مجلدات، في الطبعات القديمة من 3 إلى 4 مجلدات، اسمه مدينة المعاجز، فقط في باب ذكر معاجز أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذكر ما يربو على 500 حديث في ذكر فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من علمائنا الأعلام الأبرار اللي كتبوا في فضائل ومناقب أهل العصمة العلامة ثقة الإسلام الممقاني النير رضوان الله تبارك وتعالى عليه، صنف كتابا عنونه بصحيفة الأبرار. هذا الكتاب طبعا يحتوي على مجموعة عناوين من باب المقدمة، ثم يدخل في أصل الكتاب، والقصد من تصنيفه وتأليفه ذكر جملة من الأحاديث في فضائل ومناقب أهل العصمة. جمع في هذا الكتاب 1000 حديث، 1000 حديث في ذكر فضائل ومناقب محمد وآله. وهكذا كلما طالعت كتابا من الكتب المتعلقة بالمعصوم، خصوصا الكتب القديمة، الكتب الحديثة الآن ما أدري هذا ظاهر من الموديل الجديد، إذا جاي يكلف كتاب على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يتجنب ذكر أحاديث الفضائل والمناقب والمعجزات وآخر عنه، يكتب في غير مجال. الكتب القديمة التي صنفت في صنفت في أحوال وحياة وشؤون الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، لازم تشوف المصنف والمؤلف يفرد له باب أو بابين أو أكثر في ذكر فضائل ومعاجز ومناقب وكرامات الإمام المعصوم. هذا التركيز مو تركيز العلماء، هو تركيز المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مسألة معرفة مقامات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو أس الدين وأصله. مولانا وإمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فقط من باب المقدمة ومن باب بيان الأمر، ليلة الاستشهاد وما أريد أن أطلب في هذا الموضوع وإلا فالكلام فيه طويل الذيل، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي على ما رواه العلامة الكليني رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الكافي، يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كلمة كلمة خليك وياي: ذروة الأمر. ذروة يعني شنو؟ يعني أعلى ما في الأمر. ذروة الأمر وسنامه، ذروة الأمر وسنامه، وباب الأشياء، ورضا الرحمن. شنو هو؟ قال: الطاعة للإمام بعد معرفته. صار الدين شنو؟ صار الدين هو معرفته، ثم بعد المعرفة يقولون هذا باللغة الجديدة يقولون أوتوماتيكياً
باللغة القديمة يقولون تلقائيا. تلقائيا إذا عرفهم العارف مجرد أن يعرفهم تلقائيا يطيعهم تلقائيا. لذلك أكو وارد عن أهل العصبة صلوات الله وسلامه على المجمعين نص ما معناه: لو عرفنا الشيعة حق معرفتنا لما أذنبوا ذنبا. يقول لو يعرفون الشيعة حق معرفتنا ما يأتون بذنب. ما قال لو عرف الشيعة حقيقة الصلاة ولا حقيقة، قال من لو عرفنا الشيعة، لو عرف الشيعة حقيقة مقامات المعصومين كما ينبغي منهم لما، مو لما أذنبوا، عندنا بعض الروايات لما هموا بذنب. ما هم بذنب يعني شنو؟ يقول لي يعني ما يفكر بالذنب، لا يفكر بالذنب. إذا عرف الموالي مثلا النص اللي قرأناه على مسامعكم، قول الإمام العسكري صلوات الله وسلامه على صاحب الليل أبي وأمي: فالكليم ألبس حلة الاصطفاء. الكليم منه معروف، موسى، موسى الكليم، الله سبحانه وتعالى اصطفاه لكلامه، اصطفاه الله عز وجل لكلامه. إذا عندي وقت لو مقدار 10 دقائق بس أبين كلام الله يعني شنو، أو من هو المتكلم. هل أن الله عز وجل في معتقدنا نحن الشيعة الإمامية، تراكم مبحث بالتوحيد جدا دقيق، هل أن الله عز وجل في معتقد الشيعة الإمامية الاثني عشرية المتبعون لولاة الدين، هل أن الله عز وجل متكلم بالذات لو متكلم بالفعل؟ بحث بين العلماء، انتهى الكلام، قسم قال بالذات قسم قال بالفعل. اللي قال بالذات أظن، بس مو أظن، لا أوقن، أنه قد انحرف عن الحق، مال عن جادة الحق، خلط الأمور. قالوا الله متكلم، وكلم الله موسى تكريما. أما عندنا كلام، عندنا بحث، الله كلم موسى بذاته ولا كلمه بالفعل؟ إن قلت أن الله متكلم بالذات، شو الفرق بين بالذات وبالفعل؟ قال بالذات يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى يكون متكلم على الدوام ما ينقطع الكلام، هذا واحد. اثنين، أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلم مع الكل. ليش؟ قال لأنك إذا قلت أن الكلام ذاتي خليته مثل العلم، مثل ما العلم ذاتي الكلام ذاتي، هل يجوز لك أن تقول علم الله عز وجل الأمر الفلاني ولم يعلم الأمر الفلاني؟ يجوز؟ قال لا ما يجوز. قال نفسه طبق هالقاعدة على الكلام، هل يجوز لك أن تقول كلم الله فلان، كلم الله موسى ولم يكلم فرعون؟ يصير؟ قال يصير. إيه؟ قال مدام يصير إذن ما يجوز أن يقال أن الكلام هو صفة ذاتية لله، هو من الصفات الفعلية. الصفات الفعلية الله هو الفاعل لها، هذا اعتقادنا، الله هو الفاعل لها لكن بالواسطة مو بالذات. الله سبحانه وتعالى أقام واسطة، بواسطة هالواسطة الله سبحانه وتعالى ينفذ أفعاله. ولما بحثنا في الروايات في الأخبار تتبعنا، رأينا أن الفاعل الأول بأمر من الله عز وجل المتكلم الكذا الكذا هم آل بيت العصمة والطهارة، محمد وآل محمد. فالكليم منو؟ موسى. منو كلمه؟ أنا مكلم موسى من على الشجرة، أو أنا مكلم موسى من الشجرة. من اللي كلمه؟ الله سبحانه وتعالى كلمه بلسان من؟
قال سلمه باللسان اللي أنا وياك نزوره في زياراته، نروح إلى النجف نتعنى، نروح للنجف الأشرف الله يبلغنا وإياك هناك إن شاء الله في جنة النجف، توقف على ضريحه الشريف شو تقول؟ السلام على لسان الله، لسان الله، السلام على لسان الله الناطق، السلام على عين الله الناظرة، السلام على أذن الله الواعية. وفي الزيارة السادسة أكو بعد أكثر من هذا، السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وعبده القوي. هذا توصف أبي المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه. المولى أبو محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى نوع من هذا المعنى، فالكليم ألبس حلة الاصطفاء متى؟ قال لما عهدنا منه الوفاء. الوفاء بشنو؟ قال الوفاء بحقوق وحدود الولاية. كان أكو ميثاق في العالم الأول على موسى وعلى غير موسى، وأكو رواية أهل العصمة يقولون نقول من وفى لنا وفينا له، اللي يوفي بنوفي له، بمقدار وفاء الوافي هم سيفون. ايش كثر انت توفي هم راح يوفون لك. قبل ليالي كانت شهادة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بس من باب الشاهد الله يبلغنا وياكم بعد زيارة الإمام الرضا بأبي وأمي، واحد من المؤمنين توفي وقال دفنوني عند الإمام الرضا، صار موت عند الإمام الرضا بأبي وأمي، دفنوه سألوه ورثته قالوا له سويت؟ قال أول ليلة من دفنتولي جاني الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يزورني، بعد ما انتهى من الزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أراد أن ينصرف، تعلقت بأذياله قلت يا ابن رسول الله أنا بحماك. قال له على كل أنت في حماي، لكن أخلي أقول لك مسألة يا أيها المؤمن الموالي. قال له أنت في الدنيا زرتني 60 مرة، أنت في الدنيا زرتني 60 مرة وأنا زرتك مرة وبقالك في ذمتي 59 زيارة، بقالك في ذمة علي بن موسى الرضا 59 زيارة. بمقدار ما تفيفون، بمقدار ما تعطي مو يعطون، مو بمقدار ما تعطي يعطون، لا استغفر الله، يا من يعطي الكثير بالقليل، أنت تعطي قليل بس هو يعطي كثير، لأن الكثير اللي يعطيه هو قليل في جنب خزائنه وعطاياه. أكو في دعاء الافتتاح، في دعاء الافتتاح معنى الكلام يقول وهو عندك قليل وهو عندي كثير، هو بالنسبة لجودك وكرمك هذا قليل، لأن كل ما تعطي بالنسبة لي هم كثير، لكن بالنسبة إلى ما تملك. يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه صاحبها اليوم، يقول لا، يقول لي أحد أصحابي يقول لا الدنيا وما فيها ملكنا، كل أملاكنا، احنا ابحناكم، احنا اعطيناكم، انتم شيعتنا، انتم محبينا. فالكليم البس حله الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء بحقوق وحدود الولايه. وروح القدس، هذا روح القدس يقولون له وجوه، وجهه الاعلى، روح القدس في وجهه الاعلى الجامع لكل الوجوه هو المولى أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب. وهو الروح التي تشير الروايات إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد الله سبحانه وتعالى وأراد الإمام أن يلتحق بالجليل جل شأنه وبآبائه الماضين يغيب عن هذا الروح فترة تناوله للسم، يعني مثل إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه
لما أراد أن يتناول السم هنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم هاللحظة تركه بهذا المعنى يعني. وروح القدس، هذا روح القدس اللي يتكلم عنه الإمام العسكري، روح القدس يعني أمير المؤمنين، قال لا 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 مو هذا روح القدس، هذا صورته، صورة من صور روح القدس اللي صار مؤيد لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، مؤيد للأنبياء، وحمل هالكم الهائل من العلوم ومن العطايا. هذا شنو يقول؟ هذا ما أكل، هذا ما أكل من ثمارنا. وروح القدس في جنان الصاقورة سوى ذاق، ذاق ترى ما أكل، بس ذاق، بس ذاق. تعرف كلام واضح، وروح القدس في جلال الصاقورة ذاق، ذاق من حدائقنا الباكورة. الباكورة أول الثمر، والصاقورة هذا يسمونه صاقورة، قمة الرأس، قحف الرأس يقال له صاقورة. ليش يقول له صاقورة؟ قال لأنه على هيئة مقعرة وهو محيط بالبدن كله. يقول هذه الجنة اللي هي جنان الصاقورة هي أعلى الجنان، وهي الجنان التي خصها الله سبحانه وتعالى لمحمد وآله. أذاق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لروح القدس من هذه الجنان هالمقدار، هالمقدار، فصار يفيض علمه، يفيض علم، يفيض غير العلم، يفيض أمورا عجيبة وغريبة، بحيث إن إفاضاته وعطاياه وخيراته وكرمه وجوده تعم الوجود، تعم الخير وتعم من ليس بخير. مثل هذه الإفاضات تشبه إفاضات الإمام صلوات الله وسلامه عليه في عالم الدنيا، في هذا العالم إفاضات على من له قابلية ومن ليس له قابلية. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي، بعد أبيه الإمام الهادي عاش 4 سنوات ونصف السنة، عانى فيها مو الأمرين، كل الأمرار، كل أنواع الأذية، كل ما تسمع من أنواع الأذية لاقاها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حكام بن العباس عليهم اللعنة، الواثق المهتدي إلى أن المستعين إلى المعتمد. أنا طلعت بعض الرواية، يوميا يوميا يعز عليكم والله لو ما شهادة الإمام الحسن العسكري والليلة ما أقول، يوميا يوميا يكيلون الشتائم لإمامنا، يوميا يوميا، صفة يومية كل يوم. كل يوم لا لو كانوا يؤذون الإمام، يعرفون الإمام صلوات الله وسلامه عليه من شنو يتأذى أكثر ما يتأذى الإمام صلوات الله وسلامه، شنو يؤذي؟ إذا واحد جاب اسم أمه فاطمة، أي مرحبا مرحبا، من واحد يجيب اسم أمه الزهرة؟ أنا وين راح ذهني؟ راح ذهني إلى الإمام باب الحوائج، ما يخالف أجيب قضية على الإمام باب الحوائج وبها أختم المجلس، أدخل في المصيبة. علي بن سويد يقول أنا يوم من الأيام ويا الإمام الكاظم سلام الله عليه في سجنه في الطامورة، الإمام قام للباب، قام الباب الطامورة، هذا اللعين ابن اللعين السندي ابن شاهك أحس بالإمام وراء الباب، من أحس وراء الباب؟ رفس الباب، أصاب الباب وضلع الإمام سلام الله عليه، أصاب صدر الإمام.
يقول رجع الإمام بأبيه وأمه يبكي، يقول التفت لعلي بن سويد، يقول التفت له قلت يا ابن رسول الله أبكاك تفعل الباب؟ قال يا ابن سويد، معنى كلام الإمام، قال يا ابن سويد وإن كان الباب قد آلمني، الباب ألمني، وإن كان الباب قد آلمني وما لكن ما على هذا بكيت. قال ابن سويد سيدي ومما بكاؤك؟ قال لما رآني اللعين شتم أمي فاطمة. وذول الملاعين كانوا هالشكل ويا الإمام الحسن العسكري، كانوا إذا يريدون يأذون الإمام العسكري سلام الله عليه شي يجيبون، يجيبون اسم الزهرة. فكان يتأذى الإمام لذلك بأبيه وأمي. وزيادة على هذا كانوا يقيمون عليه أغلظ الناس وأشدهم وأكثرهم حقدا وحنقا على أهل العصمة، وكل خمسة أيام يبدلون الحراس على الإمام، وكل ما بدلوا حراس يشوفون اللي يأخذونهم يصيرون من أعبد الناس ومن أزهد الناس ومن أتقى الناس ومن أورع الناس. المعتمد العباسي بعد ضاقت به الدنيا، ما قدر يتحمل وجود الإمام العسكري. أول ليلة قبل ليلتين ذكرت لك، اليوم بعد أذكر لك، كم عمر إمامنا العسكري؟ كم عمره؟ 28 سنة إمامك العسكري، 28 سنة. والسم مرت كبد الإمام، قطعه قطعه، لأنهم كانوا ينتخبون من السم ما هو أشده، أشد أنواع السم، وكانوا يتعمدون لعنهم الله. يدرون الإمة سلام الله حاط له سجان يقول له أحدثني بأحوال الإمام، يقول له شحدثك صائم النهار قائم الليل. قال له مدام صائم النهار انفطر على السم، مدام يصوم خلنا انفطر على السم. آجركم الله شيعة الإمام، إن شاء الله الله يجمع هذا الجمع في سامراء عند الإمام سلام الله عليه. نقرأ مصيبة الإمام العسكري هناك، هناك في سامراء نقرأ مصيبة الإمام سلام الله عليه وبأبيه وأمي في مثل هذه الليلة، وقيل في أول ربيع الأول، يعني 8 أيام الإمام سلام الله عليه والسم يلعب في شبد الإمام. أول يوم من شهر ربيعنا الأول قدم السم لإمامكم سلام الله عليه، قدموا له في طعام لما رآه إمامكم، لما نظر إلى ذلك الطعام تجارت دموعه على خده، نادى إلا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آجركم الله، أخذ الإمام ذلك الطعام المسموم، أكل منه لقمات، ما إن وصل الطعام إلى جوف الإمام وإذا بالإمام يشعر كأن السكاكين تقطع أحشاءه، وكأنما النيران تستعر في جوفه. أي رحم الله المنادي وإماما، أي رحم الله المنادي وسيدا. هذه رواية أنا هالآن قرأتها، يقولون فقام الإمام يريد فراشه بس ما قدر يمشي، يقول صار الإمام يتهادى، يعني يتمايل يمين ويسار، السم حار يا المؤمنين حار.
صار الإمام يتمايل يتهادى يمينا ويسارا، كلما مشى خطوة جلس الأخرى واضعا يده على بطنه صارخا وجدا ومحمدا، إلى أن وصل الإمام إلى فراش علته، ما زال الإمام يكابد حرارة السم، إلى أن كان في مثل هذه الليلة وإذا بإمامنا سلام الله عليه قد ضعف عن الحركة. تقول السيدة صقيل: فلما كان وقت الفجر قال لي ائتيني بإبريق، أتيته بإبريق أراد أن يصب الماء ليتوضأ، ارتجفت يده فسقط الإبريق. فأمرني أن أصب له الماء فصببت له الماء، فصلى وهو على فراشه ما يقدر يوقف، فصلى الإمام وهو على فراشه، ثم قال لي: يا صقيل إنك بدي حرة عطشان عطشان، اعطيني قليلا من الماء. تقول صقيل: فأعطيته كوزا في من الماء، قربه من فمه، اصطك ثناياه بالكوز، ارتجفت يده، ما شرب من الماء قليلا ولا كثيرا، وهو الكوز من على يده. بينما أنا كذلك وإذا بولده الحج قد دخل يلطم على وجهه خالعا عمامته ونعليه شاقا جيبه ينادي: وأبتاه، أي رحم الله المنادي مع إمامه وسيده، أي رحم الله المنادي مع الزهراء ومسمومه. جلس وأجاب على رأس أبيه في حجره: هذه المصيبة جدا تألمني، لأني أذكر كل إمام يخلي الإمام اللي بعد رأسه بحجره إلا إمام واحد رأسه ما صار على حجره أحد. وين صار رأسه؟ وين يا المؤمن يا الموالي؟ وين خدك يا ابو علي؟ وين خدك؟ على التراب مولاي. وضع رأس أبيه في حجره يمسح العرق عن جبينه، إذ نادى الإمام: ولدي سندني. فسنده فقذف شيئا من فمه، لما نظر إليه وإذا بها قطع أحشائه الشريف، أي رحم الله المنادي وإماما، أي رحم الله المنادي وسيدا. أجركم الله. قرأ سورة ياسين والواقعة والملك، أجركم الله. نظر إلى ولده نادى: ولدي في أمان الله، فدعة الله، أحسن الله لكم العزاء، إذ بإمامنا عرق جبينه وسكن أنينه، غمض عينه، أسبل يده، مدد رجله، أطبق فاه. أجرك الله يا صاحب الزمان، ثم فاضت روحه الشريف. ألا من مناد وهمومة اصفرت ألوانه وانت صارت قصيرة،
ما له قرابة وعيلته صارت بحيرة، واسفى برض غربة يموت بلا عشيرة، ما بين عديدين ما عدهم محلة، غمض العين ومدد ايده وغابت الروح، وتزلزلت بس ما مات سامرة من النوح، وصاحب الغيبة من المصيبة القلب مجروح، ولا تبوه شعب قلبه وجرح له. هذا ونات الإمام زين العمولات، ونات الإمام أحرقت قلب الإمام الحجة سلام الله عليه، وأكو ونات ثانية حرقت قلب واحدة ثانية. الله يرحمك يا مولى عطية، قول هذك أن زينب واقفة على الباب تنادي سور الحرم يا حسين لا تجذب الونات. بعد ما أقدر أقرأ بس أقول لك ونة الإمام شي يقول. كانت زينب تصغي سمعها تسمع الحسين ينادي وحق جدي رسول الله ناوتشان. أجركم الله شيع موالي. يلا نختم الكلام، نختم المجلس، نعزي صاحبة المصاب مولاتنا الزهراء سلام الله عليها، اللي تنادي دهر رماني بالرزايا بكل غالي، وشتت أولادي عن يمين وعن شمال، وما أشوف ساعة من الحزن مرتاح، وعظم علي لون عناعي يا حسين، لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت، كلهم عليهم نوحت والجيب لبعيد بينهم، والذي علي قريب إلا لمولاتي وين قالت منهم بسامرة، ومنهم في خراسان، ومنهم برض طيبة، ومنهم برض كوفان، سمعني، وأما المصيبة مصيبة المذبوح. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا يلا عزيته والإمام صاحب الزمان وأبوه، خذوا حوائجكم من يد إمامكم سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب أما يجيب يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً.